نتكلم عن موتهم تاني. معانا الانتاج، معانا الباشمهندس شريف يوسف خريج قسم الانتاج. تمام، اهلا بك يا باشمهندس. اهلا وسهلا عليك. عرفنا المدى يا باشمهندس. الانتاج طبعا بنتكلم اول الشبات طبعا على المواد الهندسيه، وده طبعا شطه هيفيد يعني ناس كتير زي بتوع مدني مثلا او كهرباء، كلهم هيدرسوا الماده اسمها ماتيريال، وبالتالي شطه ده مهم جدا لكل الاقسام. بعد كده ندخل على السباكه. طبعا دكتور محمد، بسم الله ما شاء الله، دكتور محمد عبد الحميد من الناس العلامه في القسم، وهيفيد الناس كتير خصوصا اللي هيكمل ميكانيكا. بعد كده ندخل على القطع اليدوي اللي هي المنشار والمبرد والحاجات دي، وبعدين هندخل على حاجه اسمها التشكيل، الدرفله والباسك والحداده. بعدين كده هندخل على الكيسات. ده تفصيلا لايه للشبات بتاعه الماده كدرجات. مثلا الماده 150 طبعا انا شايف انها من اعلى المواد، يعتبر ميكانيكا بتدرسها ترمين وفي الاخر ب 200، اما دي 150. الماده 150 درجه زي ما قلت، 60 اعمال فصل و 90 فاينل. ال 60 اعمال فصل دول ايه؟ بيتقسموا ازاي؟ متر، وفي امتحان شفوي زي العملي اللي هو في الفيزياء والميكانيكا كده، وفي غياب ورش. غياب ورش ده برضه عليه درجات، وفي شيت في اخر السنه هنصححه، كل معيدين الانتاج بيصححوا الشيت دي في اخر السنه. ده كده اعمال الفصل بالنسبه للماده بتاعت ايه؟ تمام. ميد ترم يا باشمهندس، الميد ترم حد فيه مثلا هو بص، هو للاسف هي بتفرق، بتتوقف على حسب الدكاتره. السنه دي يعني غالبا كده هيبقى المواد الهندسيه والسباكه دول قاسين كده، مش عارفين بقى هل القطع اليدوي او التشكيل داخلين معانا ولا لا، فحسب برضو ما الدكاتره تقول في المحاضره. تمام. هي بس في نصيحه، عشان بس لسه السنه دي الناس تركز في المحاضره السنه دي، هل مساله الفرن هتتشرح ولا لا. انا في كلام ان ممكن ما تتشرحش، وبالتالي لو ما اتشرحتش يبقى مش جايه في الامتحان، وبالتالي المذكرات القديمه الناس بتذاكر من ورق او حتى المحاضرات او كده، لو في مساله فرن وما تشرحتش في المحاضره يبقى مش جاي. فده يعني الناس يا ريت تركز في حاجه زي دي، مساله الفرن هتتشرح ولا لا. لكن مساله السباكه جايه ان شاء الله، طالما الفرن مش جايه يبقى السباكه جايه ميد ترم وجايه فاينل، وده طبعا مساله اكيد الناس كلها. اهم حاجه الدكاتره بتركز عليها يا باشمهندس في حكايه مثلا ميد ترم، في سور معينه حتت معينه مثلا بيحبوا يجوها في ميد ترم. لا هي بص يا عبد الله، هي مش هنقدر نقول الماده دلوقتي في حاجه بتركز فيها، ليه؟ لان انت دلوقتي لحظه امتحان بقى يمسك، مفيش حاجة هتركز عليها، بس في حاجة أنت متوقع إنها جاية، أو في مثلا مسألة السباكة في مسألة السباكة، لكن إيه؟ ما تعرفش. بس أنا بنصح الناس المادة كسهولة سهلة جدا، وعلى فكرة أقل مادة رسوب في الكلية هي حاليا، بعكس السنة اللي فاتت. يعني لو نقول من سنتين الإنتاج كانت أكتر مادة بتتشال، ليه؟ كان الامتحان مقاول، وكان الطلبة بتلاقي صعوبة في الحفظ، لكن دلوقتي بقى MCQ ما عندكش مضطر تحفظ، أنت يا دوبك بس بتقرا. أنا أعرف في ناس كانت بتجيب الورق في اخر السنه، والله كان الاول على الكليه، جاب الورق في اخر السنه بص فيه، بص قبل الامتحان جاب 100 حاجه، 40 من 150. فهي الحوار بصراحه الانتاج من الواد دلوقتي اللي سهل تتقفل، يعني مش محتاج. بس نصيحه الناس، بس تجيب ورق، او لو بيشتري ورق لما تذاكر المحاضرات وتجيب الورق تفهم منه المسائل، يعني المحاضرات اول حاجه وبعدها. انا واحد عامل ورق، الورق بتاعي ناخده المحاضرات، بس انا بزود حاجات، في حاجات انا فاهم الدكاتره بتعمل فيها فبزود فيها، فبالتالي الطالب ده هو هيذاكر ماشي، ذاكر من المحاضرات، بس حاول تحل مسائل كتير من ايه؟ المذكرات. ويا ريت لو الطالب بيذاكر يذاكر من المذكرات الجديده. ليه مثلا؟ على سبيل المثال انا ليا ورق، بس الورق ده موجود على البول بس السنه اللي فاتت، فاللي هجيب السنه اللي فاتت الدكاتره متغيره، يعني الخمس دكاتره احنا كل سنه بيتغيروا، فاللي هيذاكر الورق بتاع السنه اللي فاتت انا كنت عامله على حساب الدكاتره اللي فاتوا، فبالتالي هيذاكر على اساسهم هيتعب. فالمفروض كل دكتور بيبقى نظامه، فيا ريت لو حد بيذاكر ورق، خصوصا ورقي مثلا او ورقي، يا ريت يذاكر الجديد. اما المعيدين او التانيين انا ما اعرفش الورق ده ايه الحوار، لكن اهم حاجه الطلبه يا ريت تذاكر الورق اول باول وتتابع المحاضرات وتعرف اللي اتشرح الجديد او الاخر. ازاي ذاكر الماده؟ السؤال بص هقول لك، هي انا عارف الماده نظري، وبصراحه في طلبه بتستخدمها، بس هي بامانه هي المشكله لو الورش بيشرحوا فيها وكده. الناس يا ريت تفهم السباكه قوي، خصوصا الورشه بتاعت السباكه. ليه بقى؟ ورشه السباكه انت لو فهمتها هتفهم مساله السباكه، هتفتح فيها، لان مساله السباكه محدش هيفهمها من الورق قوي، لازم فيديوهات لها، او ممكن لازم تشوف الورشه نفسها ازاي بيتم في السباكه. فده يبين اهميه الورش فعلا. يبقى في السباكه يا ريت، او الناس بصفه عامه تهتم بالورش جامد. ليه؟ لان لو فهمت الورشه النظر بالنسبه لك بقى عادي،
يعني انت لو فهمت المخرط بتشتغل ازاي ولو فهمت الاجزاء بتاعتها او كده خلاص النظر بالنسبه لك سهل. فانت عندك حاجه من الاثنين، اللي هتسهل الحفظ ان انت تفهم الورش او انت تشوف فيديوهات. يعني في ناس ممكن تشوف فيديوهات للمخرطه للسباكه مش عارف ايه، ده بيسهل لك الحفظ. فده اسهل حاجه للطالب عشان يستوعب، اللي هو اللي يشوف فيديوهات لما يهتم بالورش ويسال ومش عارف ايه بحيث يرتاح قوي في المسألة. اما كصوره مذاكره انا بقول لك الطالب اللي هي انا متاكد محضر، انت قبل الامتحان هتجيب الورق او اي حاجه تذاكره قبل الامتحان تبص فيه بصه، هتدخل الامتحان تحل. ليه؟ الامتحان بقى يو سي كيو، ما عادش زي الاول انت ترسم رسمه تعمل حاجه معينه كده، بقى سهل الحوار اسهل. يعني مثلا جزء زي جزء الرسومات ده مش هيبقى في المتر مثلا ولا لا؟ لا الرسومات بص، يوم ما هيجيب لك رسمه هيقول لك مش هقول لك ارسم، لا هو هيجيب لك رسمه يقول لك ده بيعبر عن السباكه مثلا، السباكه المعدنيه ولا السباكه في المركزيه ولا السباكه مش عارف ايه، بيديك اختيارات. فانت ممكن تكون حافظ الشكل اصلا لكن مش هتضطر ترسم تفاصيل ولا اي حاجه. فده بالنسبه له الام سي كيو سهل للطالب كتير. السؤال بقى، لو ازاي الانتاج هيفيدني في التخصص بعد كده، او ايه او الانتاج هيفيدني بصفه عامه بعد كده؟ بص هقول لك يا عبد الله، هو انا عندي قناعه في ايه؟ ان الهندسه كلها بتكمل بعض، بمعنى ما فيش قسم اسمه مدني، مدني مش مستقل، لا مدني بيحتاج ميكانيكا معاه، بيحتاج كهرباء، كهرباء برضه بيحتاج ميكانيكا، فكل الهندسه دايره ايه تبع بعضها. فانت مش هقول الانتاج ممكن نكون بتخدم اكتر بتوع ميكانيكا، دي ما فيش فيها شك، بس مثلا انت هتاخد شابتر اسمه مواد هندسيه، هتلاقي بتاع مدني بيحتاجه بعد كده، هتلاقي بتاع كهرباء، غير كده في شابتر اسمه القياسات، بتهيألي مهندس بصفه عامه المهندسين كلهم لازم يكون فاهم القياسات او واخد فكره عنها والوحدات وحوارات من دي. فيعني الماده ممكن بتخدم كل الاقسام وكده بطريقه غير ايه مباشره. بس الاساس فيها ميكانيكا. لكن الاساس طبعا معروف ميكانيكا طبعا، هتفيد اكتر بتوع ميكانيكا شويه كده. طب حضرتك يا باشمهندس، لنا تجربتك مع قسم ميكانيكا. بص اقول لك حاجه، او انت ممكن نقول السؤال ايه السبب اللي خلاك تدخل ميكانيكا؟ انت في الشغل في حاجات بتحكمك، اللي هو ايه؟ انت ميولك اول حاجه بتشوف، لو انت عايز تدخل قسم معين لازم تشوف ميولك، انت عايز تدخل قسم ايه؟ تدخل ميكانيكا ولا اسوف الكهرباء ولا ما، فانت بتشوف انت ميال لايه. تاني حاجه برضو بتحكم عليها حكايه الشغل، يعني انا ما اقولش ده انا عايز ادخل قسم معين والقسم ده ما فيهوش شغل. انا مش عايز اقول مسميات الاقسام، لكن انا بقول دلوقتي انا مش هدخل قسم وحتى لو كنت ميال له وما فيش له شغل، لا لازم اشوف انا ايه اللي فيه شغل، ولازم اكون برضه اقنع نفسي ده انا هميل له. يعني ما يجيش واحد يقول لي مثلا حاليا انا مقتنع على البرمجه لها شغل، ما يجيش واحد يقول لي انا هروح على البرمجه، لا هي البرمجه مش عايزه اي واحد، لازم يكون دماغ معين هي اللي تفهم في البرمجه، هو ده ان شاء الله ربنا مأهله هو يشتغل كويس. فانت بتشوف ميولك ايه وبرضه الشغل ايه، فانت بتحكمها من الاثنين. انا كنت شايف ان كان في حد هيشغلني في البترول ضحك عليا، يعني قال لي ادخل ميكانيكا وهتشتغل مش عارف ايه، هو في الاخر لما خلصت قال لي عادي يعني دي الميكانيكا. بس خير طب نصيحه للطلبه يا باشمهندس. نصيحه للطلبه، بص بالنسبه للماده بتاعتنا سهله مش رايح حاجه، لكن انا بتكلم بقى كمواد تقيله زي مثلا الماده زي الميكانيكا على سبيل المثال، لازم تحط في بالك كده ان الماده دي لازم تحل بايدك. انا تجربتي معاها ايه في الوقت الميد ترم في الاول، انا جايب 9.25 ده الميد ترم الاول. بعدها قلت لا انا اكيد في حاجه غلط، عرفت انا كنت بحل بايدي. فانت جيت في الترم الثاني، لا الحمد لله كنت بحل بايدي، جبت 23.20 يعني جبت اعلى من فهي حوار. لا الماده دي تحديدا اي طالب حتى في اولى مدني بيبقوا فاهمين، بس يجي يحل ما بيحلش بسبب ان هو ما مشيش ايده. فده نصيحه لاي طالب لازم يمشي ايده في الماده دي تحديدا الميكانيكا. وطبعا الناس اللي هي اهملها في الترم الاول، لا حاول تشد نفسك، ولان ما عادش وقت فعلا لو ما قدر الله الترم الثاني هو اللي بيحدد تقديرك. حتى لو انت جايب امتياز في الترم الاول وجيت في الترم الثاني ما جبتش تقدير، لا مش هتجيب. فالترم الثاني هو المصير بتاعك. انا بتهيألي افتكر كنت جايب جيد جدا او امتياز بس بسيط، بس الترم الثاني جبت امتياز جدا، فده اللي فرق معايا. فالترم الثاني يعتبر اهم من الاول في كل المواد طبعا. ده نصيحة للطلبة نفسها. شكرا يا باشمهندس، اتشرفنا بحضرتك، ان شاء الله في الجميع.